آدم لما بيقول تحية خاصة معطرة للسيد الرئيس لإعلائه ولكفالته لحقوق الفتاة والمرأة في مصر، ورأينا هذه الطفرة الحقوقية التي تحققت على يديه وعلى ما يصبو إليه من حياة كريمة لكل مواطن على أرض مصر، وعلى إعلائه لقيمة الاستثمار في البشر من تكافؤ الفرص التعليمية ومن الرعاية الصحية ومن اهتمامه بالأطفال بدءا من أول الطفولة المبكرة على مدار البرامج العدة التي نعمل عليها، وعلى طبعا دعمه المستمر لوزارة التضامن الاجتماعي التي تقدم كثير من القضايا، وأيضا بإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء وزملائي في الوزارات المعنية زي وزارة العدل، المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الشركاء الذين يعملون معنا.